وينه؟ قولك رح خليه يضيع. انت منيحة؟ شو شايف؟ مجول. هاي فؤاد. مرحبا مادر. الضابط صار واصل. كان ضروري تكوني هون لحتى. قال لي بده يملق هالبيت. بيته إله. التخشيبة اللي كان عايش فيها. سألته ليه؟ قال لي لأنه في المخدر اللي كان يحط راسه عليها مش قادر يتركها. قلت له بس في مخدات كتير وأكيد أريح منها. قال لي بس هذا المخدة اللي تحلم عليها. ما فيك تتصور المطرح اللي كان عايش فيه. المهم هلأ هو هون. بتعرف وين؟ هون حدة 370 فشخة بعيد. عديتهم أنا وجاية. صار له 11 سنة في 370 فشخة بيني وبينه. قد ايه يعني؟ كم متر؟ كنت دايما اقول لك بعده عايش حاسه فيه. ما كنت تصدقني. كم متر في من يفصل الانسان عن احساسه؟ لما لقيت لك انه عم بجمع اشياء صغيره هو معلق فيها تركته معتين وقلت له انا راجع مشي عبالي. قال لي 370 فشخه عديهم. كان عددهم قبلي. مدام ميرا حاطط الرائد وصل. خليه يتفضل. ايه بسمعوا المتر كمان. معلم عليه تفضلوا. ان شاء الله ما نكون جينا بوقت مش مناسب. بس كنتوا عارفين لا؟ بصراحة كنا ناسينك. في عنا شيء أهم نهتم فيه. أهلا وسهلا ولو شرفتوا. جد عمل معروف كراسي للكل؟ تفضل. متر عمل معروف بدي أعرفك على متر رفعت محامي صديقنا. هيك من الأول قاعدين عم تفتفتوا خبز والخباز موجود. شكلك ما سمعتني منيح. قلت لك عنا شيء أهم نهتم فيه. كتير منيح لك أنا. طما أخذ كتير من وقتكم كرمال حضرتك تهتم بالشيء الأهم. حضرة الرائد جاية معي. جاي يخبركم قرار القاضي ختم المطعم بالشمع الأحمر لوقت ما تنحل الأمور ويرجع كل شيء لأصحابه. أها مين يعني؟ لا 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 ما بدنا نرجع لنفس الأسطوانة. وأصلا أنت بتعرف شو فيه. هلأ كل حال عرفتينا على المحامي منصير نحن على تواصل معه تنشوف كيف حابين تحلوها. تعرفت على الماكر ما هيك؟ مش حضرته؟ بلا بس هلأ عبالي عرفك على شخص تاني. كمال جوزي. شو ها لعبة عم تلعبوها؟
عادك مثل ما انت. كيف؟ كيف؟ انا مش عارف شو صار. راسي رح ينفجر. امي منيحة؟ فايقني الابنة. واختي جمال؟ اختي جمال ايه منيحة بس. خلاص اختي خلاص، المهم لقيتكم. وين كنت؟ وين شو صار؟